اكو عندنا شيء. ترى الحب والولاء احيانا ما يجي بطريق الكلمة العادية، لا، يعني انا لما اريد اعمق الولاء اعمق مو بالكلمة العادية اللي القيها على شكل خطبة، لا، احيانا تحتاج هاي الكلمة ان تكون مكهربة، تحتاج ان تكون مشحونة عاطفيا. منين شنو اللي يشحنها عاطفيا؟ الحزن على اهل البيت، الولاء لاهل البيت، شك بالدمع في مصابهم، نعم، الحرقة على ما اصابهم، زين، وتأريخ اهل البيت تأريخ مملوء بالحرقة وباللوعة. احنا مو من فراغ نقعد نبكي ابدا، مو ما نحسن الا البكاء، لا نحسن شيء غير البكاء، لكن البكاء يفرض علينا نفسه فارغ. ليش؟ لان هؤلاء القدوة الذين انتخبتهم السماء تعرضوا الى ابشع ما يتصور من الالام والمحن، مما يجعل دموعنا تنفصل من عيوننا بدون ارادة. نعم، هذا شيء احنا كنا وما نزال عليه.